السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أحبتي في الله، أهلا وسهلا بكم. ونحن مقبلون على شهر فضيل، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. كثير من الناس يبدأ يبحث ويسأل ويستفسر عن الأمور المهمة وما يخصه في أن يتعلمه في هذا الشهر الفضيل، حتى لا يقع في المحظورات والمكروهات ومبطلات الصيام. ما هي المهمات في معرفة أحكام الصيام؟ نبدأها أولا بتعريف الصيام. طبعا الصيام يطلق على الإمساك. قال تعالى: إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام. والمقصود هنا صيام رمضان يعني الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. لابد أن يكون هناك نية مبيتة. ما هو فضل هذا الشهر أو هذا الصيام؟ قال عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم مرتين، يعني إني صائم إني صائم. والذي نفس محمد بيده، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. وللصائم فرحتان: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. هذا بهذا الحديث بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم شاملا جامعا فضائل هذا الشهر العظيم. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني به. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. وهذا أيضا فضل آخر من الفضائل العظيمة الذي ينال أو يحصل عليه الإنسان يوم القيامة. ثم أعلم أن في الصوم خصوصية ليست في غيره، وهي إضافته إلى الله عز وجل، حيث قال سبحانه: الصوم لي، كما في حديث قدسي، وأنا أجزي به. وكفى بهذه الإضافة شرفا، كما شرف البيت عندما أضافه إلى نفسه: وطهر بيتي، يعني الكعبة. فالصوم لذلك له معنيين: أحدهما إنه سر وعمل باطن لا يراه الخلق، الثاني أنه قهر لعدو الله، لأنه وسيلة العدو الشهوات. وإنما تقوى الشهوات بالأكل والشرب، وما دامت أرض الشهوات خصبة فالشياطين يترددون إلى ذلك المرعى، وبترك الشهوات تضيق عليهم ذلك. ما هي سنن الصوم؟ طبعا يستحب السحور وتأخيره وتعجيل الفطر، وأن يفطر على التمر، ويستحب أيضا الجود في رمضان وفعل المعروف وكثرة الصدقة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويستحب دراسة القرآن والاعتكاف في رمضان، لا سيما في العشر الأواخر، وزيادة الاجتهاد فيه في عشر الأواخر. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، يعني الأخير، شد مئزرة وأحيى الليل وأيقظ أهله. شد المئزر وأحيى الليل وأيقظ أهله. ذكر العلماء في معنى شد المئزر وجهين: أحدهما أنه الإعراض عن النساء، والثاني أنه كناية عن الجد والتشمير في العمل. قالوا: وكان سبب اجتهاده في العشر طلب ليلة القدر. لماذا كان يجتهد في العشر الأواخر؟ يطلب ليلة القدر الذي هو خير من ألف شهر، حيث تنزل الملائكة. أما أسرار الصوم، ما هي أسرار الصوم وآداب الصوم؟ من آداب الصوم غض البصر وحفظ اللسان مما يؤذي من كلام محرم أو مكروه أيضا
أو ما لا يفيد، ثم حراسة باقي الجوارح. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن ليس المسألة فقط أن تدع الطعام والشراب، بل أن تدع الزور وقول الزور وعمل والعمل به. ومن آداب الصيام أيضا أن لا يمتلئ من الطعام في الليل، لا تكثر أن تأكل تملئ بطنك، بل تأكل بمقدار معين، فإنه ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، ومتى شبع أول الليل لم ينتفع بنفسه في باقيه، وكذلك إذا شبع وقت السحر لم ينتفع بنفسه إلى قريب من الظهر، لأن كثرة الأكل تورث الكسل والفتور، ثم يفوت الفوت من المقصود من الصيام بكثرة الأكل، لأن الهدف من الصيام ما هو الإحساس بالجوع والخشوع والخضوع، لأن المراد منه أن يتذوق طعام الجوع ويكون تاركا لما يشتهيه. هذه هي الأصل في مسألة الصيام. من هو حكم رمضان؟ حكم صوم رمضان طبعا واجب بالكتاب والسنة والإجماع، فمن أنكر ذلك فهو جاحد للكتاب والسنة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الذين قبلنا من الأنبياء صاموا، آدم صام، إبراهيم صام، نوح صام، سليمان صام، داود عليهم السلام جميعا صاموا، ولكن ليس بالصيام الذي نحن نصومه، كل على ما كان يصومه. أيضا دليل آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، أمر. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت. وأجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان، وأنه أحد أركان الإسلام الذي علمت من الدين بالضرورة، وأن منكره كافر مرتد عن الإسلام، يعني الذي ينكر الصيام كافر مرتد عن الإسلام، لأنه أنكر ما جاء به القرآن والسنة. أما بماذا يثبت الشهر؟ يثبت الشهر رمضان برؤية الهلال، ولو من واحد شخص واحد، أن يكون عدل، وإذا لم يتم ذلك فإكمال عدة شعبان 30 يوما. إذا ما استطعنا أن نرى الهلال 29 فنكمل شعبان 30 يوم. أما أركان الصيام، للصيام ركنان أساسيان تتركب منهما حقيقة الصوم. ما هي الركنان؟ الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، تمسك عن الأكل والشرب وما يبطل الصيام. أيضا لأن الله سبحانه وتعالى قال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والمراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود هو بياض النهار وسواد الليل. أما الركن الثاني من أركان الصيام هي النية، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. على من يجب الصوم؟ أجمع العلماء على أنه يجب الصيام على المسلم، إذن الكافر ليس عليه صوم، العاقل المجنون ليس عليه صوم، البالغ الطفل ليس عليه صوم، الصحيح المقيم. ويجب أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس، المرأة الحائض لا تصوم، والتي ولدت لا تصوم حتى ينتهي نفاسها. إذن فلا صيام على الكافر ولا على المجنون ولا على الصبي ولا على المريض ولا على المسافر ولا على الحائض ولا على النفساء، ولا الشيخ الكبير ولا حامل ولا مرضع. من يرخص لهم في الفطر ويجب عليهم
الفدية يرخص له لكن يجب عليه الفدية. يرخص الفطر للشيخ الكبير لأنه ما يستطيع، والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه، وأصحاب الأعمال الشاقة الذين لا يجدون متسعا من الرزق، كالذي يشتغل على التنور وعلى الأعمال اللي فيه نار، أو في الصيف يرعى الغنم، فهذا يستطيع أن يفتي. هؤلاء جميعا يرخص لهم في الفطر إذا كان الصيام يجهدهم ويشق عليهم مشقة شديدة في جميع فصول السنة، وعليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكينة، وقدر ذلك بنحو صاع أو نصف صاع أو مد على خلاف في ذلك، ولم يأتي من السنة ما يدل على التقدير. من يرخص لهم في الفطر ويجب عليهم القضاء؟ الأول فدية لأنه ما يستطيع أبدا كل سنة، والآن يرخص له لكن يجب عليه القضاء. يباح الفطر للمريض الذي يرجى برؤه، مريض في الوقت رمضان، بعد رمضان صحيت أقضي. المسافر ويجب عليهما القضاء، المسافر انتهى سفره يقضي. قال تعالى ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. من يجب عليه الفطر والقضاء معا؟ اتفق الفقهاء أنه على أنه يجب الفطر على الحائض والنفساء، ويحرم عليهم الصيام وعليهم القضاء ما فاتهما. نأتي إلى آداب الصيام. للصيام آداب، ما هي الآداب؟ منها السحور. قال صلى الله عليه وسلم عليكم بهذا السحور فإنه هو الغذاء المبارك. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الناس أن يتسحروا لأنه الغذاء المبارك، وسبب البركة أنه يقوي الصائم وينشطه ويهون عليه الصيام، ولو تحسو حسوات من الماء أو تمرات تأكله. وقته وقت السحور من منتصف الليل إلى طلوع الفجر. ومن المستحبات ومن الآداب أيضا تعجيل الفطر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وأيضا من الآداب الدعاء عند الفطور وأثناء الصيام أيضا، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. أيضا من الآداب للصائم الكف عما يتنافى مع الصيام. الصيام عبادة من أفضل القربات، شرعه الله سبحانه وتعالى ليهذب النفس ويعودها الخير، فينبغي أن يتحفظ الصائم من الأعمال التي تخدش صومه حتى ينتفع بالصيام وتحصل له التقوى التي قال عنها لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام ليس مجرد إمساك عن الطعام والشراب، ليس الهدف منها أن تضع نفسك في مهلكة وتعب إذا لم يكن هناك أجر عظيم وجنة عرضها السماوات والأرض. فليس مجرد الإمساك عن الأكل والشرب وما وسائر ما نهى الله عنه فقد حققت وأنجزت، ليس الهدف منه هذا. الهدف هو حصول على التقوى، ولا يأتي ذلك إلا بتحقيق هذا الصيام بصورة صحيحة كما جاء، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأمور المستحبة السواك، يستحب للصائم أن يتسوك أثناء الصيام، ولا فرق في أول النهار أو آخره، لأن بعضهم يقول وأنت صائم لا تستطيع، أو بداية تستطيع أو آخر النهار لا تستطيع، كله لم يرد فيه شيء أنه لا يجوز. ثم من الآداب أيضا الجود، الجود في رمضان، الصدقة ومدارسة القرآن. الجود ومدارسة القرآن مستحبان في كل وقت، إلا أنهما أأكد في رمضان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، هكذا أخبرنا عنه الصحابة رضي الله عنهم.
ثم لا تنسى الاجتهاد في العبادات في العشر الأواخر من رمضان. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد المئزر، كناية إلى العزيمة والاجتهاد. أما مباحات الصيام، يباح للصائم أن يستحم ويتروش وأن ينزل البحر وأن ينغمس في البحر أو في الماء. فحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم ثم يغتسل. وأيضا من المباحات الاكتحال والقطر ونحوهما مما يدخل في العين، سواء أوجد طعمه في حلقه أو لم يجده، لأن العين ليست بمنفذ إلى الجوف. أيضا من الأمور المباحة القبلة لمن كان قادرا على ضبط نفسه، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. من هذا الحديث استدل أهل العلم أن الإنسان إذا كان قادرا أن يمسك نفسه كما يأتي في الحديث فيجوز له ذلك ومباح له. حديث عائشة الذي ذكرنا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإلى به، يعني يباشر المداعبة. ثم الأمور المباحة الحقنة مطلقا، سواء كانت للتغذية أو لغيرها، وسواء كانت في العروق أم في تحت الجلد، فإنها وإن وصلت إلى الجوف فإنها تصل إليه من غير المنفذ المعتاد. هذا هو الصحيح. فالحقنة لا تبطل الصيام. الحجامة، قد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، إلا إذا كانت تضعف الصائم فإنها تكره له، لأن الحجامة هو شطف الدم، وهذا هو الراجح في أقوال أهل العلم أن الحجامة لا تبطل الصيام. ثم المضمضة والاستنشاق أيضا، إلا أنه تكره المبالغة فيهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا استنشقت فأبلغ إلا أن تكون صائما، يعني بالغ فيه. وكذا يباح له ما لا يمكن احتراز عنه كبلع الريق وغبار الطريق. ما هي مبطلات الصيام؟ ما يبطل الصيام قسمان، ما يبطله ويوجب القضاء، ما يبطله ويوجب القضاء والكفارة. إذن أمران نوعان، ما يبطله فقط تقضي، ما يبطله تقضي وتكفر. فأما ما يبطله ويجب القضاء فقط فهو ما يأتي الأكل والشرب عمدا، فإن أكل أو شرب ناسيا أو مخطئا أو مكران فلا قضاء عليه ولا كفارة. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا الحديث يدل على أن من أكل أو شرب ناسيا ليس عليه شيء، بل يستمر في الصيام، لأنه إطعام من الله سبحانه وتعالى له. وأيضا ما يبطل الصيام ويجب القضاء القي عمدا، لكن إن غلبه القي فلا قضاء عليه ولا كفارة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. ذرعه أي غلبه، استقاء يعني تعمد القيء واستخراجه متعمد. الحيض والنفساء ولو في اللحظة الأخيرة قبل غروب الشمس يبطل الصيام ويجب عليها أن تقضي. الاستمناء سواء كان سببه تقبيل الرجل لزوجته أو ضمها إليه أو كان باليد فهذا يبطل الصوم ويجب القضاء. فإن كان سببه مجرد النظر أو التفكير فإن مثل الاحتلام نهار في الصيام لا يبطل الصوم، لا يجب فيه شيء. يعني فإن كان سببه مجرد النظر أو الفكر فإنه مثل الاحتلام نهارا في الصيام، لا يبطل الصوم ولا يجب فيه شيء. تناول ما يتغذى به من المنفذ المعتاد إلى الجوف، مثل تعاطي
الملح الكثير فهذا يفطر. ثم من نوى الفطرة وهو صائم بطل صومه وإن لم يتناول مفطرا، فإن النية ركن من أركان الصيام. هذا بالنسبة لما يبطله ويجب عليه القضاء فقط. أما ما يبطله ويجب عليه القضاء والكفارة فهو الجماع فقط، وهذا هو قول الجمهور. فعن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هلكت يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل تجد ما تعتق رقبة؟ لأنه كفارة من أتى زوجته ثلاث أمور: عتق رقبة، صيام فإن لم يستطع فصيام شهرين، أو إطعام 60 مسكين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: تصدق بهذا. قال: فهل على أفقر منا؟ فما بين لابتي أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال: اذهب فأطعمه أهلك. لابتيها جمع لابة، وهي الأرض التي فيها حجارة سود، والمراد ما بين أطراف المدينة. أفقر منا يعني لا يوجد أفقر منا. أما بالنسبة لقضاء رمضان فقضاء رمضان لا يجب على الفور، بل يجب وجوبا موسع في ذلك في أي وقت استطاع. وكذلك الكفارة لا يجب على الفور، بمجرد ما انتهى رمضان يجب عليه الكفارة أو يجب عليه القضاء، لا، الوقت متسع. فقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان، ولم تكن تقضيه فورا. القضاء مثل الأداء، بمعنى أن من ترك أياما يقضيها دون أن يزيد عليها. طيب، من مات وعليه الصيام، أجمع العلماء على أن من عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد أثناء حياته. فإن مات وعليه الصيام وكان قد تمكن من صيامه قبل موته فقد اختلف الفقهاء في حكمه. مات وعليه الصيام وكان قد تمكن من صيامه قبل موته، يعني كان يستطيع أن يصوم، اختلف الفقهاء في حكمه. فذهب الجمهور العلماء إلى أن وليه لا يصومون عنه ويطعم عنه مدة عن كل يوم. والمذهب المختار عند الشافعية أنه يستحب لوليه أن يصوم عنه ويبرأ به الميت ولا يحتاج إلى طعام منه. هذا هو المذهب المختار عند الشافعية، أما الجمهور فلا يرون ذلك. ليلة القدر، ليلة القدر أفضل ليالي السنة، لقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر، خير من 1000 شهر، 80 سنة، أي العمل فيها من الصلاة والتلاوة والذكر خير من العمل في 1000 شهر. 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر. فيجب عليك يا عبد الله ويستحب عليك أن تطلبها، وأن تطلبها في ليالي الوتر من 10 الأواخر من رمضان. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في طلبها في 10 الأواخر من رمضان. وقد ذكرنا حديث عائشة أنه إذا دخل 10 الأواخر أحيا ليلة، أيقظ أهله وشد المئزر. ثم قد يسأل سائل: أي الليالي؟ هل هي ليلة 20 أم 21 أم 22 أم 23 حتى نهاية الشهر؟ للعلماء آراء تعين هذه الليلة، فمنهم من يرى أنها ليلة 21، ومنهم من يرى أنها ليلة 25، ومنهم من يذهب إلى أنها ليلة 29، ومنهم من يرى أنها تنتقل في ليالي الوتر من 10 الأواخر في كل سنة، يعني ليس في كل سنة أنها، مثلا لو قلنا 27 كل سنة 27، لقالوا تنتقل.
قد يكون هذه السنة 21 والسنة القادمة 25 واللي بعدها 27، وأكثرهم على أنها ليلة 27. هذا هو القول الراجح في أقوال أهل العلم. هذا ما أردنا أن نبينه من مهمات صيام رمضان، وما يتطلب عليه، وما فيه أمور يجب عليك أن تعرفه قبل أن يدخل عليك هذا الشهر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتي، وأن يوفقنا وإياكم للعمل به. نأمل من الإخوة والأخوات مشاركة هذا الفيديو وإرساله لي من للمضافين عندهم حتى يستفيد الناس ويكتب لكم الأجر إن شاء الله. لا تنسى أن تشترك في القناة وتكبس زر الجرس حتى يأتيك كل جديد، حتى ألقاك في فيديو آخر أيضا نتكلم فيه إن شاء الله عن رمضان. أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.